لكن زي ما قلت لكم اجتماع الشحن بقى ده كان اجتماع شحن بطاريات التحدي في التجمع الخامس. بكره ان شاء الله الاهلي بيستأنف تدريباته، هقول لكم موقف المصابين عشان يمكن والناس متضايقه من النتيجه بتاعه سيمبا ومن شكل الاداء ومن المنظر اللي احنا متفقين معاكم فيه بالتاكيد، لكن كان في غيابات مؤثره جدا. هنقول لكم موقف هذه الغيابات بالنسبه لاقرب مباراه للاهلي مع طلائع الجيش يوم الاحد في الدوري ان شاء الله. علي معلول الظهير التونسي الدولي الكبير كان عنده شد في العضله الخلفيه من الدرجه الثانيه، وده كان في اثناء بطوله العالم في الدوحه. شوف الحمد لله خضع لفحص طبي امبارح، بكره في تشيك اخير او فحص اخير ليه هيحدد مدى امكانيه مشاركته في التدريبات، يعني بكره قبل التمرين هيتعمل له اختبار. وده برضه يدخل التمرين ويبقى ان شاء الله كويس ويقدر الجهاز الفني يشوف فرص مشاركته او يستنى يوم ولا حاجه. وده بيرد على الناس اللي هي كانت شككت في علي. لا ما لعبتش ليه بعلي؟ وانت عايز تكسب ما لعبتش ليه بعلي؟ بالظبط. كمان عندك الحاوي وليد سليمان كان عنده مزق في العضله الخلفيه، ودي كلها غيابات مؤثره وان شاء الله عوده مؤثره كمان. كان عنده مزق في العضله الخلفيه الحمد لله خف، خضع لفحص طبي وبكره في فحص اخير ليه علشان يتشاف هيدخل في التمرين بكره او يوم السبت ان شاء الله. صلاح محسن كان عنده شد في العضله الاماميه هيرجع بكره في التمرين ان شاء الله، يعني صلاح محسن موجود في تمرينة الجمعة إن شاء الله. طاهر محمد طاهر كان عنده شد في العضلة الضمة وهيرجع في تمرينة بكرة الجمعة إن شاء الله. يبقى طاهر وصلاح محسن الاثنين فرص مشاركتهم بإذن الله قدام طلائع الجيش يوم الأحد متاحة للجهاز الفني إذا ما رغب مستر بيتسو موسيماني في كده. طب بقية الغيابات، لأنه ما أنت عندك قوة كبيرة جدا غايبة، كل ما بيرجع ناس من الغيابات بتدعم قوة الفريق أكتر. بعد ما طمناكم على الحالات البسيطة ديت، طبعا ناصر ماهر صانع الألعاب المهم جدا كان أصيب في شهر 12، كان عنده خلع في الكتف وعمل عملية أنهى حاليا فترة العلاج والتأهيل، هيرجع للتدريب يدخل التمرين إن شاء الله بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يعني تمرينة يوم الاثنين ناصر ماهر بإذن الله يكون موجود فيها في الملعب علشان يبقى جاهز لمستر بيتسو موسيماني على الاقل يريح كمان شويه مع قفشه، لانه قفشه واخد المساله كلها لوحده في المركز ده. وجود ناصر ماهر تدعيم قوي جدا لمركز صانع اللعب في الفريق ان شاء الله. عندك محمود متولي قلب الدفاع كان عنده رباط صليبي، لو تفتكروا كان في مباراه اسوان في شهر اغسطس السنه اللي فاتت. الحمد لله عدى كل الاختبارات الطبيه في الفتره الاخيره، قدامه شهر واحد وينضم للتدريبات الجماعية، يعني كمان شهر. على فكرة الشهر ده ممكن تلاقي مثلا داخلين في عدد كبير من المباريات حسب الجدول اللي قلناه لكم. هتحتاج كل لعيب، هتحتاج كل دول خلال الشهر الجاي بقى. شوف الفريق هيدعم بمين، ثلاث صفقات اعتبروها صفقات جديدة لأنه الراجل غايب من أغسطس السنة اللي فاتت. محمود متولي هيكون بعد شهر. كمان محمد محمود اللي كان عنده حظ سيء جدا أنه يتعور مرتين بالرباط الصليبي، من اول ما جه للاهلي كان جه للاهلي في يناير 2019 اصيب بالرباط الصليبي في اول مباراة اليمين، كان يوم 8 يناير 2019. بص الراجل بيعاني من امتى، كانت مباراه سموحه بعد ما غاب 9 شهور في علاج الرباط الصليبي والتاهيل، مسكين اصيب تاني في المران بالرباط الصليبي الاخر، كان بعد عودته مباشره اصيب كمان بقطع في الرباط الخارجي لغضروف الركبه، هيرجع كمان شهر. يبقى هو ومحمود متولي هيدعموا الفرقه الشهر الجاي ان شاء الله. لكن كريم ندفد اللاعب الجوكر الموهوب كان اصيب من 18 شهر، بصوا الاصابات البعيده المؤثره، كان عنده قطع في الرباط الخارجي لغضروف الركبه، اعيدت اجراء العمليه ليه من جديد، هيرجع كمان شهر للتدريبات الجماعيه. لان كريم ندفد خلانا نتوقف امام اسلوب العلاج في السنتر او مع الدكتور المعالج في المانيا. ايوه هو كان في راي طبي خارج بيه من هنا، هناك قالوا له لا هنعالجك، انت ما عندكش كده، هنعالجك من كذا كذا كذا، حاجه طبيه. ايوه بعد ما تم هذا الكلام ابتدى يشعر بالالام، فكان المفروض في ميعاد العوده عرض على الدكتور احمد عبد العزيز. ايوه لما بص قال لهم لا ما اتعملتش العمليه في الاصابه،
ما اتعملش في الاصابه. في الاصابه يعني في المكان في هي دي، وراح عمل له عمليه هنا بقى. اه وهو يتماثل الشفاء، وهو نفسه ابتدى يشعر بتحسن كده. والكلام ده هيكون له وقفه، لانه شوف انت خسرت لعيب لمده سنتين، خسرت فلوس قد ايه، خسرت ناحيه فنيه داعمه. ندفت كان افضل لعيب تقريبا قبل التدعيمات في فريقه، ايوه، وكان واخد ثقه الجماهير بشكل صحيح مرعب، وبيلعب في اي مكان، وطالع بقوه الصاروخ صحيح، وضاع عليه فرصه المنتخب الاولمبي. ايوه ايوه، خسائر بالجمله. اعتقد ربما يكون هناك اجراءات اخرى للحفاظ على حق النادي. اجراءات اخرى للحفاظ على حق النادي، ده كلام مهم جدا. بس يعني انا لا اقول الا ما يحدث، لكن هناك لدى الطبيب المعالج في المانيا، لا طبعا هناك رغبه في ان احنا ناخد حقنا من الاهلي. بالظبط، وده راي قانوني مهم جدا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم مع حضراتكم.